مرحبا بك. مساء الخير، اهلا وسهلا. شكرا. حكينا الحقيقه المره اللي فاتت شويه هكا على الازمه، قلت لي ما فماش بن، معناتها اليوم اصحاب المقاهي قاعدين يعانيوا في الازمه هذايا. اليوم نسمعوا انه فما مقاهي كاريمون معناتها سكروا خاطر ما فماش بن اليوم في البلاد. شنو اللي قاعد يصير؟ شنو هي الازمه هذايا؟ وعلاش ما عندناش بن؟ شكون المسؤول وشنو الحل؟ برشا سؤالات والجواب مش عندي انا مع الاسف. نحاولوا ناخذوا الاجوبه اللي عندك على قليل. بالنسبه لازمه البن الوقت الحاضر، ما على الاسف معناتها كما تعرفوا مع ديوان التجاره ما جابتش الكميه اللازمه معناتها بالنسبه للفتره هذه. فما سرعه داخله الايامات الجايه، قلت ربي وباش قلت ربي تتفضل مشكله الازمه هذيك نتاع قاع من هوني الجمعه الجاي بقى فرق الوقت هذا اللي هو طول شويه حتى فما فوق الجمعتين اللي معت اصحاب المقاهي معت قاعدين يعني ويلوجوا منين باش يلقاو سرعه اللي هي معت المواد الاساسيه نتاعو معت هو القهوه، فهمت؟ حتى كان يقع بالغالي خاطر كما تعرف معناتها تركيب القهوه مسعر مع وزاره التجاره ب 19 دينار و 800. مع الاسف هذاك السوم هذاك ما عادش موجود. قداش يتباع توا البن؟ توا يتباع من 30 ل 40 دينار الكيلو، معناتها اكثر من تضاعف معناتها. مش ومبدئيا ماهوش حتى سلعه معناتها تونسيه، معناتها ماهوش سلعه معناتها من موزعين من تونس، ممكن جاي من بلدان اخرى. مهربه ولا جايه بطريقه قانونيه؟ هذاك ما نجمش نجاوبك انا، زاد كيف الجواب هذاك. والكاليتي نتاعها باهيه ولا مش باهيه؟ فيها عليها، فيها عليها. الاكثريه الاكثريه سي كميه مات فيها دي روبيستا، ما تعرف ما زوز انواع نتاع القهوه مات روبيستا ولا رابيكا الاكثريه. الاكثريه هي روبيستا بون. ماهيش كاليتي معناتها كيما مستانسين نخدموها في تونس. نخدموها في تونس للاسف. وهذا طبعا يكون معناتها اشكال كبير لاصحاب المقاهي بالاخص كما تعرفوا ونعاودوه ديما مع الاسف كما تطلبونه معناتها على خاطر السكر زاد معناتها في اشكال في زياده في السوم وساعات مفقود، فما مشكله زاده في الحليب الوقت الحاضر اليوم معناتها يلقاو صعوبات باش يلقاو الحليب اصحاب المقاهي. تي زاد كيف معناتها المواد الاساسيه الكل اللي يخدموا بها معناتها القهوجيه اليوم مفقوده والا غاليه، ولذا مع الضغوطات الاخرى اللي نحكيو عليهم ديما مالوريزمون السي ان اس اس والقباضه والسوناد والستيك والبلديات والناس كنت تحب تخلص، مانيش عارف وين ماشيين هكاكا. صحيح بعض القهاوي يسكروا في بعض المدن وبعض المناطق اليوم برك نسمعوا معك في الموضوع هذاك مع وسائل الغرف معناتها من كامل الولايات. في بيرجا مثلا فما مقاهي سكرت، في بلاجه، في ماديه، في خروان، في بعض البقايا سكروا خاطر ما لقاوش السلعه. وفما اللي يقول لك زاد مات حتى كان باش نلقاها غاليه انا شنو مربوحي؟ ما تخلصش، ما عادش تخلص دونك ولا شنو الحل؟ باش نقص من الخدامه، باش نزيد في الاسعار، باش كان ينقص في الخدامه معناتها ما عندوش حل اخر، كان باش يزيد في الاسعار ربما معناتها القدره الشهريه نتاع المواطن زاد باش تطيح، الحرفاء نتاعهم ممكن باش ما عادش يجيوها. دونك فما بعض منهم اللي يقرروا باش يسكروا، يقول تسكر خير من قد نبيع بخساره ولا نخسر معناتها حتى نشوفوا في المستقبل شنو اللي باش يصير، وهذاك اللي صاير يوميا مبدئيا. فهمت؟ دونك اليوم القهواجي ما عادش لاقي حسابه في حتى شيء، بالاخص زاد معناتها حكيت القانون جي بي اي جديد هذاك اللي معناتها ولاو تو تحت الريجيم ريال، ما عادش في الريجيم فورفيتير. هذاك يكون اشكال كبير ياسر زاد كيف برشا اداءات معناتها ما فماش مربوح وتخلصوا برشا اداءات. ما فماش مربوح، فما برشا اداءات وما فماش ما يثبتوا معناتها يثبتوا معناتها المقاهي شنو الربح نتاعهم بالضبط، على خاطر يشيلوا برشا سلعه من غير فاتوره، خاطر لي ديستريبيتور اللي يجيبوهم في السكر ولي كوبلي ولي سيرفيات وكل الحاجات هذوما الكل اللي يخدموا بهم القهوجيه الاكثريه ما عندهمش فاتوره. دونك كيفاش باش يعطي ثبوت نتاع المربوح نتاعهم؟ موش ممكن سي بو ساك القطاعات الصغار هذوما المتوسطين ديما يدخلوا في ريجيم ريال، فهمت؟ ريجيم فورفيتير، ريجيم فورفيتير خاطر ما عندوش كيفاش باش
باش يعمل كونتابيليتي صحيحه. دونك avec tous ces problèmes là فهمت زاد كملت معناتها نقص المواد الاساسيه نتاعهم وزادوا في السكر في كل شيء مش بقى. دونك سي فري تو لا سيتواسيون نتاع اصحاب المقاهي بصفه عامه نذكر اللي فما وقت الحاضر اكثر من 20,000 مقهى في كامل الجمهوريه من القهوة الشعبية للسالونتي ما تفهمت وما عادش لاقين حسابهم و القطاع هذاك ماشي ويزيد في المشاكل بعد ديجا بالكورونا كيما تعرفوا تعبوا برشا مع القرارات اللي صارت وكل شيء واليوم يلقاو روحهم في بالهم باش يرجعوا معناتها يخدموا كيما كانوا قبل معناتها شويه على الاقل باش ينجموا يقاوموا بال حياتهم مع الخدمة نتاعهم مع عائلتهم وكل شيء اليوم ما عادش لاقين حسابهم جمله. دونك هذيك ازمه كبيره ومشكله كبيره مشكله. قبل واحد يقول لك نحل قهوه معناتها اموره تتفرهد تو اللي عنده قهوه يعاني هكا ولا هو يعاود قهوه يعاني ويزمو يخمم باش يعمل حاجه اخرى اذا كان ما فماش المواد الاساسيه نتاعهم اذا كان الدنيا كلها زادت اذا كان فيها معناتها ريجيم معناتها فيسكال اللي ما يخليش حتى باش يتنفس اكيد راهو برشا قهاوي باش يسكروا وماشيين باش يسكروا باش يبقى ربما القهاوي اللي ربما هما عندهم مربح كبير في بعض الاماكن الراقيه معناتها الاماكن الراقيه واللي عندهم بتاتر مارج كبيره هذوما ينجموا يكملوا لكن المقاهي الشعبيه مهدده مهدده صحيح مهدده أنا جست باش نعرفش كان عندك سؤال تفضل أنا جست كان ما عندكش شو الحل أنا باش نسألك شو الحل في الوضع هذايا معناتها اليوم أكثر المواطنين يمشوا للقهاوي الشعبية ما نحكيوش على القهاوي الأماكن الراقية هذيك ما يمشي لها يمشوا لها معناتها كان الطبقة المترفهة واللي مرة يمشي لها واحد مرة في العمر باش يتفرهد وما نعرفش أنا ياخذ حاجات أما القهوة اليومية هي القهوة الشعبية إذا كان اليوم القهاوي الشعبية مهددة بالغلق شنو هو الحل؟ الحل يلزم الدولة تاخذ موقف وتشوف كيفاش توفر لنا السلعة اللازمة بالنسبة لكامل الجمهورية باش القهوجية نجموا يخدموا روحهم ويحدوا طبعا السعر نتاع القهوة ويحدوا السعر نتاع المواد الأخرى اللي يستعملوا فيها القهوجية باش ينجموا ما يسكروش هذا هو معناتها ما فماش حتى حل احنا ما عندناش إشكال إذا كان يجيبوا الخواص ولا يجيب الدولة العادي لكن لازم يكون بسوم معقول باش القهواجي نجم يخدم مع روحه وباش ينجم يحافظ زاده على القدره الشرائيه نتاع المواطن هذاك الحاجتين لازم مربوطين ببعض. واضح جدا شكرا لفضلك استاذ تدريب العزوز انا تقرا رسمي باسم غرفه نقابيه لاصحاب المقاهي شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها الحقيقه انا كل ليله نحكي على قطاع قلبي يوجعني كل قطاع اليوم يعاني اكثر من القطاع الاخر والقطاعات اللي تعاني الحقيقه هي القطاعات المنظمه اليوم في تونس اللي تدفع في الضرائب امبارح حكينا على حلو يقول لك 10% اليوم من القطاع معناتها منظم والاخر كله في النوار الحقيقه شيء اسف نحكيو على حاجه ناكلوها كل يوم ونستهلكوها استهلكوها معناتها حاجة مربوطة بالنظام الغذائي معناتها حاجة تتاكل لازمها تكون تحت الأطر القانونية وتحت الرقابة باش نجمو نمنعو على كل نواصل معكم لقانا مرحبا بكم برحكينا مع البنوك والغرفة ولا الجامعة العامة للبنوك